شوف الفايت اللي قاعد يصير يا سلام جودو يسقط أرضنا الآن. قاعد شوف كيش كي قاعد يعاني في هاي اللحظات وقاعد شوف قاعد شوف طاح لاعب وسوات يا لا 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 لا, لا. قاعد يصير اللعب خرافي ويطيح نوك داون ثاني اللاعب من فريق سوات. قاعد شوف لاعبين طايحين وفريق يعني داري الباور قاعد يحاول بقد ما يقدر يساعدون أحد. الستيج الثامن 30 ثانية متبقية الحين بندش على الستيج التاسع وكل من راح يجي إلى الميدان غصبا عنك ما بتقدر تختبئ ما بتقدر تنخش من أي شيء من البلايزون. إذا اللاعبين ما صادوك البلايزون راح يصيدك فلازم بكثر ما تقدر تشوف أجل شبتين يحاول التحرك. موجود وياه مساعدة جميلة جدا من ألانا من كلوز ومن جيفانا صراحة ليريك وايز. أما مع المركز الثاني فريق ذري الباور